الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا. وقال عكس نحو ما أبينا ميت بأصواف وما تلونا، معناه دعيا سيدا عكس قيد ويريا هي وإن سنة عموم كذي لغو خصيصا آيات قرآن وقليل عكس قياب بضن إن عموم كآيات دا سنده لغو خصيصة ايو سنده مخصيصتها ايبا غالبة وايا سنده ومبين لتبين للناس ما نزل إليهم. تصارنا وحوى نحو ما أبينا ميت سيدا حديث كشيغا ايو كي لغتشرو شاي نول لغتشرا ميت ومدلن تيوي وعام او وحكستو لغقو ايو ايو سوقل ايو وعام، لكن اشياء دي لغتشراي حولها وحكم ذو لقرب يا دليل له يا إن نبخت نغني ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين بأصواف أي خص بأصواف وحلقو خصيصي لغرت إن لغو انتفاع كرأي يد الشيقي سوما تلونا تلونا بمعنى نتلوه بمعنه دعية وصلة الموصول كماضي أدى معنى مستقبل أي مركة ودعية أي وبما نتلوه بعدها دبداد وحي نؤخريه إننا ولقو خصيصي وحوقة شيداؤون آيات ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ودقرتي حيواناتك حولها دقرتو دي أي أنواع دي لك للشيغي هدي قيل يهين إيه هدي مركا إذا يهين إيه هدي ري يهين بها. وسنة بها كما في خبري فيما سقط يخص ذا بالأثر أي ليس فيما دون خمسة إلى آخره، فالقول أو ما فعل أو قرر النبي سنة بها يخص حيث أطلقت فعمها، فعادة قررها مخصصة كما بإجماع تقر فخصوصه. شيخ وحول رحمه الله وسنة بها أي وخصت سنة سنة أيال خصيصي بها سنة كلا أيال خصيصي وعمومك سنة سنة كلا خصيصي كما في خبري سيدا قصقنا خبر كما حديثك النبي صلى الله عليه وسلم كيري فيما سقط السماء العشر وحب بها عرأي ورابيان، هل تبنات بك واجبي بمعنى وحي كل صباحة وحلق بحنا إياه تبن ميلاد وميلهان. حديث كاسي وعام يخص ذا بالأثري كم ولا خصيص إياه وحلقو خصيص إياه بالأثري حديث كالقو خصيص إياه أثر هذا وحلقو قد شهد حديث أي ليس فيما دون خمسة وحنوتشي ذا حديث كي شيغي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة شن أور وحي أي قادان الراشن وحي كير زكا كما واجبته الزكا واجبكم الصغنى إلى آخره إلى آخر كحديث كالاقا قارو شطر حديث كي كم إذا أيقوش شيغا. فالقول أو ما فعل ورهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعل أما كون النبي صلى الله عليه وسلم السمي أو قرر النبي أما النبي صلى الله عليه وسلم تقريري الصغي سنة تقريري الصغي بمعنى شيء هرتي سلقو السمي أنو إنكرين أو تقريري أصدى سنة كن نقضي يخص بها ولا خصيصيا بها يضع يا لغو خصيصا يا سنة داس عمومك السنة ديت يخص ولا خصيصا يعني عمومك السنة دا بها سنة دا بلغو خصيصا أما قول هالنقطة أما فعل هالنقطة أما التقرير هالنقطة به حيث أطلقت فعمها وجملة عصب حيث أطلقت قرت الله إطلاق السنة إريقاه فعمها صدح للنوع بوا عمي
قولك يا فعلك يا تقريرك. فعادة قررها مخصصة، أي فقرر عادة عادة أي تقريري النبي صلى الله عليه وسلم قررها وتقريري مخصصة مدوح خصيصة يسوي كما بإجماع تقر. وصدا تقرير كعادة لتقريريه وبإجماع إجماع لغو تقريريه كلي لم يدهاتي فخصوصة إجماعنا وحكو خصيص. شيخ وحينات الماما يا قيبتي أفراد وأه تخصيص السنة بالسنة إن سنة سنة لغو خصيصه سنة وحين غنكر تعامة هي خاصة مذو لبنى أموى متواترة أموى أحد مركا أفر صورة أما أفر مسألة أيا كإيمانيس. وإن متواتر متواتر لغو خصيصه يين أحد أحد لغو خصيصه يين متواتر كو خصيصه يو أحد كخصيصه يو يين عكس تهي أفر تا صورة كصورة قلة وكإيمان كرت قسم ذا عقلية ذا مركا لغا إيه مركا وحو تلمام يا شيخو sunnada in sunna lagu khasiisa way dhici kartaa. Tusaalana waxa uu ah hadiiska caamke nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay fiima saqati as-samaa'u al-ushru wixii biyihii cir ay waraabiyeen oo soo saareen bimacna sababtooda ku soo baxay biidhnillaah waxa ka waajibaya hal tobnaad baa ka waajibaya in laga bixiyo toban meelood oo meel ahaan wixii gacan lagu waraabiyana waxa ka waajibaya nisful ushri toban meelood marka la sii kala baro hal tobnaadkii meelba waajibis ama si kale haddii loo dhigo labaatan meelood marka loo qaybiyo meelba waajibis in laga bixiyo waa caam oo qaliilka iyo kasiirka in waliba waa soo gelaya intii yarayd iyo intii badnayd mid waliba waa soo gelayaayo waa caam fima saqati as-samaa'u عموم كهذا بوحة خصيصة حديث ككلاء النبي صلى الله عليه وسلم كيري ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة شن أور راشن كي قادان وحي كير زكا واجبي كما السوق نهضي صبحان وبرتك صوقان أن صابك زكا كواجبي سوحة وغير خمسة أوسق شن أور مجود raashinka ay qaadaan ayaa ugu yar wax zaka ka waajibays oo raashina wuxuu kale hadaba sheekhu inoo sheegay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam inay qawl iyo fi'l iyo taqriir mid walba leedahay mid walbana takhsiisku waa ka iman karaa oo wax waa lagu khasisi karaa sunnana marka la itlaaqo saddexda noocba waa soo geliya السنة دي وحي نقون كرتا سنة قولية وحي كلون نقون كرتا سنة فعلية وحي كلون نقون كرتا سنة تقريرية مت كلا علماء دو واشيغين وسنة تركية نواشيغين سنة دا تركية ووحا نبي صلى الله عليه وسلم او سمييي إن لا سمييي سيدي سنة او تهي ايا وحو كتغو قصدا او كتغينا مانع الديديان آنو تشيرين مصلحتي كان سنيسينا أي تشوكتي نبيقنا أو السمين وايي إن لغتها أي سنوتا قيود دا مركا للراعو لإلاليه شيء آنو النبي صلى الله عليه وسلم السمين يدو مقتضيه كان سنيي أو تشوكو مانع الديديان آنو تشيرين إن لسمي وحي نقونيسا مركا بدعو سيدي أهل العلم محققين تي الشيغان مركا سنة دي تركيه دي أهيد مطنقة كما الشيغين مطنقة وحوق الشيغي واي علماء دو وحي قد قريان قيب تفعل كي قد قريان سنة تركية والترك فعل في صحيح المذهب وكا صاحب المراقي ورنيو تقستو وحي نغانا يسافعل مركا وحلقو ترين على كل حال إني أفعاش كمتا لكن شرح أيوك الشيغية يعني سنة التركيدة وحكالو الشيخ إنو الشيغية عاداء النبي صلى الله عليه وسلم تقريرية إنه مخصصا نقنكرت مثلا هذا البو النبي صلى الله عليه وسلم الشيغي
هذا waa hadal caam ah oo wax uu ku waajibinayo ama wax ku xaraantinimaynayo lafdi caama ayaanu isticmaalay nabi sallallahu alayhi wasallam inta dadbadeed baa waxa dareertay caado intii lafdigu waajibinayay ka khaasan bay dadkii caadaysteen ilaa la yimaadaan oo intii kale ayna la iman waqtigii nabiga ay dhacday sallallahu alayhi wasallam masalan markaasaa nabigu inkirin waa taqriiri lafdigii caamka ahaa ama oraahdii caamka ahayd ee intan iyo wax ka badan ba waajibinaysay mar hadduu caadada khaaska ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam taqriiriyey cumuumkiina aan markaa lala wada iman suwarkii kale aan lala iman taqriirka nabigu taqriiriyaa laga qaadanayaa تخصيص لغا قادنه اللي عادده وحي نقطة سنة تقريرية مركا قول كي النبي صلى الله عليه وسلم با لغو خاص يلي ومخصيص نقنس هدي عادده للي ماده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخصيصا نقن ما يسوين إجماع نقطة مويان أو نسك عام كالغو مخصيص عادده اس لكن هذا إجماع نقطة إجماع لماذا لغو خصيصية ومركا عادة إجماع عسكا وإجماع لغو تقريري إجماع عصا لغو خصيصية شيخ مركو انتو هرسو الشيغي أيوحو يري وقولي فعادة قررها مخصصة إلى آخره إشارة إلى بيان حكم الضرب الرابع وهو ما إذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عادة اضطردت في زمانه وأقرها ولم ينكرها والتلمان أن تلمام يو إشارة يو نوع أفراد عدينت لعدين يو أن تلمام نوع أفراد نوح يهي وهدو النبي صلى الله عليه وسلم طالع دو عادو عادة سو وقت جيسي مضطردا نقطي mid si caama loo sameeyo qiyaas sawday oo dadku ay la wada imanayaan han isma khil khilaafto wa muttarida nabiguna sallallahu alayhi wasallam taqriri waanu inkirin walakin tilka al-aadatu mukhalifatu li ba'd ma dakhala fi umumi sunnatin ukhra ay shay aadadaasi ay khilaafsan tahay sunna kale umumki wixii guda galay ay khilaafsan tahay فإن ذلك يكون تخصيصا كاسي مركا وحون نقونا يا تخصيص تخصيص بون نقونا يا والغو خاسي لي أنو سي عدين يا شيخ وحوك الله شيخ التلمامي إجماع هدي لغو تقريرينا إن إجماع وح لغو خصيصي مركا أنا إجماع أي مخصص كنغنى suurka qaar kood waxa ku sugan kulli khilaaf ba ku sugan oo sunnada lagu khasisayo khilaafiye culimadu galiyeen oo baadu ahli ilmi waxa bay diideen sunna inay sunna khasisayso ama baad suurka kamida ay culimada qaar kood khilaafsan yihiin laakiin mu'tamadku wuxuu yahay dhamaan sunnadaas haddii caam iyo khaas ay noqoto inay is khasisi karto wax dhibina ayna ku sugnayn raajih wasas وحو الشيخ يري وسنة بها كما في خبري أي وخصت سنة سنة لخصيصي بها سنة كلا أي لغو خصيصي كما في خبري سيدا كسو عن حديث كأو النبي يري صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر يخص ذا كم لخصيصي حديث كان بالأثر حديث با لغو خصيصي أثر كحديث با لو تشيدا قول الصحابي لو ما تشيدا أي ليس فيما دون خمسة إلى آخره حديث كا إلى آخر كيسا لغا قارو ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة حديث كا سالو خصصي فالقول أراهضا أو ما فعل أما كون نبي صلى الله عليه وسلم سمي أو قرر أما تقريري النبي نبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة تقريرية بها أي يخص عمومها بها
umumki sunnada la khaas yeelaya oo waxa lagu khaas yeelaya sunnada kale haadu waxay u noqonaysaa sunnada haythu utliqat gorti la itlaqo ay hiya sunnada fa'ammaha anwaacda saddexda aba waa caam yeelaya oo camimaya sunna qawliya iyo sunna ficiliya iyo sunna taqriiriya saddexda waa soo gudagaliya فعادة قررها أي فقرر عادة عاد أيو تقريري النبي صلى الله عليه وسلم الصغي قررها وتقريري والصغي مخصصة ومدوح خصيصة يسوي وعادة أو تقريري وحين نقول إيساها الضي خاصته وعام خلافته سنذي عام كأي خلافتي ويخصيصة إيساها كما بإجماع تقر وحلم إذا هذا حدين للتقريرية عادوا بإجماع إجماع لقو التقريرية أي كتقريرها بإجماع فخصوصه كو خاصيال إجماع واحد كو خصيصتا سنة كو خصيص يعني فخصوصه عموم كخصيص باللوتشي ده عموم كالسنة وإجماع كو خصيص marka tan waxay ka cabirayaan oo kala caadadi baa la khasiisaysa laakiin caadadu iskeedu ma khasiisaysa waxay ku khasiisaysa ama bi taqriirin oo waxay ka dhigantay sunnada inay khasiistay ama waxay ku khasiisaysa bi ijmaa'in ay uskanta kadaaka bil ijmaa'i khussal munzalu kano kale khussal munzalu munzal ki wa la khasiisa quraanki bil ijmaa'i ijmaa' baa lagu khasiisa khussal munzalu كل سودة شيء ولا خصيصة قرآن كي السنة دي بواسوق ليان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا السنة دي منزلة سيد قرآن كي منزل ويها كل سودة شيء ووحي جاء قرآن كي السنة دا ولا خصيصة بالإجماع إجماع بالغو خصيصة مضمنا حال إجماع لتضمينيي ولا قدقليي لسند يفصل سند لتفصيل أيه ولا شيء ومثلوا وحيط صاليين بالقذف قذف أيه صاليين إذ ينصف في العبد إجماع وحيط صاليين قذف إذ ينصف قرط الله كالبرا أيه في العبد أدون كشأن جيس أم حال كيس الله كالبري إجماعا حال ليس كوا فقسين يهي لكالبري وشاد الكي لقود فني يقفك حرطة نسكيبا لقود فني أدون كهدو قد في ليماد وفيه يوقف كم والغت وقفيا ما إجماع بيكود السنتهي مس قياس بيكود السنتهي نوع توقفا كجرا وعشيخ التلمامي قرآنكي يا حديثكي إن إجماع لغو خصيص كرو وإجماع نقون كرو مخصص حقيقة تنوح مخصص نقون يا دليلك وعسكنا يا إجماع دليلك وعسكنا يا نوح نقون كرا آيات قرآنه أما وح نقون كرا حديث النبي أي مركا نقون كرا مركا إجماع با مخصص لورني لو حديع كرتا وقت يدا قاركود إنا ننطال عن مستند كيسي دليلك عسكية هي إجماعني مسألة ذا جزئية ذا لغو إجماعي كوية هي دليلك عسكية هي إنا ننطال عن بعد عكرت أين إجماعي أرقنا كوحي نقنيس إجماعي لغو خصيصي نقنيس إجماعنا دي أدلو ليه هي ودليل الشرعية وحي علماء قالوا تصاليين قرآن كي او إجماع لغو خصيصيه آيادا قذفك كصابصا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة سديتا شاد الكلفتا هدو قذف لي مادو أو عد دورصون زينكو قنو أدون كي علماء وحي سكوا فقصيهين إن أنت نسكيد لغو دفنايو أفرتن شادل إساقا لغو دفنايو وحدكي الزينة بسيدة اللو كالباري أياك قدفقان اللو كالباري فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
marka ijmaacaasi wuxuu noqonayaa mukhassis oo ayada quraanka abu khassisaya لكن التخصيص في الحقيقة إنما هو بما تضمنه الإجماع من الدليل في الأصل على الحكم إذ الإجماع لابد له من مستند وإن لم نعرفه وحشيخ دبديري هيا شيخ خاسيالستو حقيقة هم وحي كل عضيئون وحو إجماع كوبصدو الدليل وحكم كان الصلاهان الدليل تاسا تخصيصكو كل way ijmaacu waxa laga marmaan u ah mustanad inu dalil uskan yahay ba laga marmaan wa dalilka ay ina garanbe oo baadi ummada kamida dalilka mustanadka ijmaaca waa ka qarsoomi kara inta markuu sheegay sheekhu ayuu xoranaya naam fi tamsiil bi dhalika nazar tusaalaynta taalo tusaalaynayo nazar ba ku sugan وإليه أشرت في النظم بقولي وفيه يوقف نظر كان وحن كنت المامي نظم يقوده هذا الكيغان إلي ولقى التوقف أي يتوقف فيه من جهة احتمالي أن يكون التخصيص بالقياس أو وحن لقى التوقف إن إجماع الله تصالي وحو أقبل كرا وحن لقى خاصية لإن تاي قياس وحد القذف حد الزنا لوغا قياس قاطي حد الزنا إلا كالبرا ينا دي نصبا كسو أروري ونسبة الدوم مضا لوغا كالبرا مركا حد القذف دينا إلا قياس قاطي أقبالي كرتا مثال كسيدي سبو حلوغا تشيدا لتوضيح القاعدة أيا لوغا تشيدا ساسا أوديد قول أقواشا كم إذا وحلقو تصالين كراتو سالي لغي يلي كرا علماء قاركود waxay u tusaaleeyeen iyadoo ijmaac wax lagu khasisayo aayada ilaahay u yiri ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah oo inaan dumarkii adoomadii soo guda galeen ayaa lagu ijmaacay marka ijmaaca sa lagu khasiso misal kalafti sanadar ba ku sugnanayo waxa soo aroray xadiis sheegaya inaan jumcadu adoon iyo gabartoonna aanu ku waajibin oo afar inaan jumcuhu ku waajibin xadiis sheegaya soo aroray afartibayna ka mid ahaayeen marka cala hada waxay noqonaysaa takhsiisul kitaabi bisunnati bay noqonaysaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen meel aan nas loo haynin iyadoo ijmaac lagu khasisaayo daliil waxyi ah مثال أمها النبي لهم صحيحة بعض أهل العلم ساسي كذاك بالإجماع خص المنزل كذاك كاسو كلي خص والا خصيصي المنزل كي لسودة شيء وحيقة أها القرآن كاها أمص النضاء أها بالإجماع إجماع بالله خصيصا مضمنا حال إجماع للتضمينيو لقودقليي لسند يفصل سند للتفصيل يلا قدقلي سند كوحلوتش إذا مستند كوعسكنا ومثلوا وحيوت صاليين بالقذف قذف كبيوت صاليين إذ ينصفوا وحيوت صاليين قذفك قرتي لك لبرايو في العبد نسبة أدون كاللو كالبرايو هدي أدون كعدقانو الزينكوقانو إن لو كلا بري حدكو نصف الحد لغا شريو نصف حد الحر كحرت أحدكي سي نسكي سلغا شريو وأفرطن شيدل لغا شريو إجماعا حال ليس كوا فقصية وفيه يوقف كنوا لغا توقف يايو وحو أقبل كرا وحلقو خصيصين ويهي قياس يانو إجماع هاي marka i'tibaarka ayadu laga eegaayo ayaa laga tawaqufaya wa khussa bil fahwa min al khitab wa bi dalilihi wa lil ashabi tamthiluhu bil khabar al ma'thur fi al qullatayn khussa bit taghyir wa khussa wa la khassisay bil fahwa fahwa al khitab wa mafhum muwafaqah ayaa lagu khassisay min al khitab
حال فحوهاسي خطابك كم ذا هذي وحلا خصيصة يا لفظ عام أما النص عام وأما قرآن أما حديثة وحنا لقو خصيصة يا فحو الخطاب ومفهوم موافقة وبدليله بدليل خطابنا ولقو خصيصة دليل خطاب دليل خطاب ومفهوم مخالفة وللأصحاب تمثيله بالخبر وللأصحاب أي ولبعض الأصحاب أصحاب تقاركود وحأصقنا ذي أصحاب الشافعية بعض كمدا كل جود ومشي ذو سدو شرح بكل شيء جي وحوجت شيء ذا بعض يجا كمدا إن السلا تصالي وللأصحاب أي ولبعض الأصحاب أصحاب تقاركود وحأصقنا ذي وأصحاب الشافعية تمثيله بالخبر المأثور تسالين تيسا لو تصالين يا خبر كل السون نقلي في القلتين قلتين كلاقو صورة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس خص بالتغيير حلقو خاص يالي بالتغيير اسبدل كي وشيء اسبدل أي النجاسة اسكبدل أي أي لقو خاص يلا وعشوخ ينطي المامية مخصصات كمنفصل كائن كم تهاي مفهوم كين وكم ديهاي مفهوم كين وحوق بسم الله بقى يبوض ومفهوم موافق يا مفهوم مخالفة لبضع النوع بوقى بسم الله الدفح والخطاب كوحوكت المامية كل جاء مصيبة حكم كوحوق أو ليسين يهاي كل الشيء ويسجب أولى بالحكم أما أقرب أهو قدو نوعي كلام مساوي قال أهانا علماء قاركود والسوق قلنين مركا عمومكي لفظي عام كاها أيا وحلقو خصيصي فحو الخطاب كاسا لقو خصيصي يضو فحو الخطاب لقو خصيصي وحكم دا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته كي غنق أهاي وحيستي حولها هلي مرمير انتي سأو مرميريو كي دينت كلها يحل عرضه وعقوبته وحي بنين إيسا وحلالين إيسا إنو عرضي إيسا وحكا الشيغو يأينو عقابه وحره هدو هدو والد كي دين كله يهي دي عرضي إيسي يعقابتي إيسي وبنين إيس وفلا تقل لهما أفن هكورن لبدا والد هذا الحن هكورن أما أف هكورن وحلقة فهم إياه لب إنتا كبضن إنا اللوغي سنين مفهوم كا مفهوم موافقها أما فحو الخطاب كا كي لقاء مصاء وقاء وليسن كي لشيغي حكمك عموم كا حديث كهوري وخصيص إياه ويدو فحو الخطاب وحلقو خصيص دليل الخطاب وحلقو خصيصان وادعضا حي أصحاب الشافعية قاركود وتصاليين حديث كالشيغي إياه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بيوها دي قلتين قارن لبتش الحدود وحن نتشاساء أقبل مايان إيوه اسكدها فعيا نتشاساء ده هبا كل عضو حديث كلا صعر روشيغية الماء لا ينجسه شيء بها وحبا من نتشاسيا إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه زيادة ضعفة كسغن لكن انت هوري حديثكم استثناءك كور ريسا وصحيح هيا الشيء علماء ايا كو اجماع صن هدي صدح ذا متكمي دي اي اسبدلان ونجاسي اسكب بدلان ان بيه نجاسيهين وباجماع العلماء مكا اجماع وحجة بيه هدي تغيران واسبدلان ونجاسي اسكب بدلان وحي نقونا ينقار نجاسو بي نقونا فتصير القلتان في الحديث الأول تنجسهما مخصوص بالتغيير وحلقوا خاسيالي التغيير كأي لقوا خاسيالي قلتين كي وحلقوا قاريالي التغيير ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقات في غير المواضع المستثنات بدليل آخر عقب باقي النقونا يا وحي كهوسي يا قلتين كأكير إنو كن جاسو بيوه لكل أنك النجاسة لكل أن تكلي برنها آتي
meelihi laga istisnooday dalilka laga istisnooday marka laga reebo marka waxay noqonaysaa umumka xadiiskan almaa la yunajisuhu shay'un aam waxay ku tahay in biyahaasi qullatayn ka badan yihiin iyo inay ka yaryihiin mid walba umumkiisi marka wala khaas yeelayaayo waxa lagu khaas yeelaya mafhum mukhalafaha xadiiska hore إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبص مفهوم الشرط وحا لغا فهم يهدين قلتين قارن إن أيهين يحمل الخبص قارن جاسوبي وحا لورن يوحي قلتين كير مفهوم مخالفها دليل خطابك وكت المامي بلغا قادنا بمجرد ملاقات النجاسة إن كن جاسوبي عمومك حديثك الضنبوة الماء لا ينجسه شينا دليل خطابك أما مفهوم خالفاس وخصصاي كذاك بالقياس جليا يكون أو تعده خفيا كالنصف في حد الزنا للعبد كأمة منصوصة في الحد قد خصص زانية والزاني نصا وبالقياس في ذا الثاني وهو الشيخ رحمه الله كذاك بالقياس جليا كذاك بالقياس كذاك أي مثل ذاك كاسو كلا يخص بالقياس قياس بلغ قاسيلي إن جليا يكون أو تعده خفيا حدو مركا قياس كاس مد جلي يهي وظاهرة قياس جلي النوع على يلهده والنوعي والنقون يهي كلاقا أمسي مد حكم كأقا أوليسن أما كلاس من كلا الشيغي ولماذا قاركود وحي كلا قدران قياس كجلي قاه إن علذي سمنصوصته أو تعده خفية أما أتكترين أيسو وكو أقون صن أيسو وعد بمعنى اعتقد اللي يلاهد خفيا خفي إنو يهي أتكو أقون صن أيسو ولقو خاسيري كالنصف في حد الزنا للعبد والصدى كالبر كالبر أيو في حد الزنا الزنا ذا حد كذا لكالبر أيو للعبد أدونك لو كلا بري أما للعبد حال الزنا ذا سأسقناطي أدونك أسقناطي كأمة حال أدونك لمد أهذي كأمة أدون ولمد أهذي أدون تاسو منصوصة في الحد حتى لقو النص قري يذا إن لو كلا بري آية ذا لقو الشيء كأدونك قياسا أهليشي لعدم الفارق قد خصص زانية والزاني نصا وخاص يلين لبض أصبع زانية وزاني يعني قبل السنيستي نكي السنيستي نصا نصبا خاصيالا وبالقياس في ذا الثاني كان لبضنا وحمركا لقو خاصيالا قياس أي لقو خاصيالا وعشيخ ينوت الماما يا عمومات كإن لخاصيالا وحيالها لقو خاصيالا أي كم تهي قياس إن لقو خاصيصوه وقياسكي عمومات كنصوص طوال لغو خاصية لا ولو قرآن بها النقضو نسك عام كي لخاصية لي يضو قياس لغو خاصية لي وحو تلماما يا قياس كاسين ونقون كرو مجلي أي مد خفي أمد والبا خلاف بانا كتشرو مقياس كجلي كريا لغو خاصية لي كرا عمومات كنصوص طا مسا قياس كجلي كخفي أمد والبا ولغو خاصية لي كرا شيخ وحو الدورتي على الإطلاق إن قياسك لغو خاسية لكرو أما قياسك سمد جلية هالنقضو أما مد خفية هالنقضو قول كاسويل وأرجح والحاصل أن الراجح من المذاهب في المسألة التخصيص بالقياس مطلقا وإليه ذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين وعليه جرى الإمام والآمدي وأتباعهما إلا أن ابن الحاجب زاد تفصيلا آخر يأتي بيانه وحول قولك راجح أهي إما ذهبت مسألة قصه عن كم دي وإن قياسك على الإطلاق لو خاصي إلي وتخصيصك قياسك أكد عايه مطلقا وأنا سيدة أفرت إمام أي كتغين أصحاب المذاهب الأربعة سيدة كتغين وي قولك سيو مركا شيخ أرجحيا أقوال كرنا وقصة قنتها يقول أرنا يما قياس مرنا بلغم خاسية لكره تانا وحوى يقول يها قاركود ومتكلمين تكمدا يا معتزلة
قار كمل أي كتجي هي ابن مجاهد ويسقون أشاعرة كمدا قول صدحاد وحولي هي عام كهدي هر الله خصيص أي التخصيص عن قياس كإيمان مرك هر لجو خصيص أي النص لجو خصيص أو كله قياس مرك الدنبه ولجو خصيص كرا أمر بهدو تخصيص رأو قلي وحن قنا يا مد قودي سوى حدن من مركا قياس مركا وخاص يلي كرا لكن تخصيص أن قياس كل عين هدان هر اللوغو خصيصين قياس ما خصيصي كرا وانا سيدا ابن برهان وكسو النقليي أصحابت أبي حنيفة إنا يقبان قول أفراد وحو كدو يهي كاس لكن فرقا ودحية أو حولي يهي مخصص منفصل هدي هر اللوغو خصيصي قياس إن لغو خصيصا وابنني لكن مخصص منفصلة وأن متصلة هاي هدان لغو خصيصين قياسنا لغو ما خصيصي كرا كرخي الشيخ اللي ورنشري حنفية ذا كم بدها أيا ساكو تبي على كل حال أغواش الله بقول أيا مركا وقرون قول كورونا أيا ما يوالغو خصيصي كرا قياس أردن أيا ما ينوع الجليقة إن لغو قاريالو مركا وحوت الماما يا شيخو قياس قيادة لغو خصيصي نصوص توحاوت الصالة أدونت حد كيدي زينادة كساب سنة إلى هاي نصا وحو الشيغي إن اي تهي حد كي قبرد حرطة نسكيد فإنتين بفاحشة فعليهن نسو ما على المحصنات من العذاب مركا آيادة سوحي خصيصي سا عموم كآيادة سورة النور قصغن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مركة الزانية بي خصيصة الزاني آيادا كلمة الشيقين الدونتي الزنيستي شاكتي آيادا سورة النساء الدونكي الزنيستي مشيقين الدونكي الزنيستي إساقنا نسو الحد إن لغا تشاريو وحلقا دريشان يا قياس قياس كاسي والنفي الفارق وحفارق ودحي أيان شرين لبك يددق حد كحقي سوى ودحي حد الزنا والونوث والذكورة باب الحدود مركا لتشوغو ووصف طرطئة وان حكم كحرم من مركا ما دام يسدى استهي وحي نقون إسا إلا يلاهدو الدون كنا والا خاص يليا وعموم كيسا وحلقا خاص يليا بالقياس قياس أيا مركا لغو خاسيري شيخ وحويري كذاك بالقياس إنجلية أي مثل ذاك كاسو كلو عامك بالقياس يخص بالقياس قياس بالغو خاسيري إنجليا يكون الضوء هذا قياسكم مجلئة أو تعده أما أتكو أقون ستو قياسك خفيا إنه خفي هيئة كأقونسته بمعنى تعلمه أما تعتقده خفيا يخص بالقياس يعني ولو خصيصي عمومك قياس كاسا لو خصيصي كان نصفي تسنوح أهذي واسدة كالبركة في حد الزنا حدك الزنا ذا كالبري للعبد حال الزنا ذا أسوناتي أدونك أما للعبد أدونك الله كالبري كأمتين حالو أدون كلمد أهادي كأمتين أدون أولمد أهادي أدون تاسو منصوصة في الحد حدك لغو نص قريي إن يدا نص لغا شريو وآيادا لغو شاك قد خصصا لبدا بوا خصيصين زانية والزاني أدون كأي أدون تاسي نصا نص بي خصيصين والزانية والزاني لبدا ميد ولبا كالب الزناد كرد عضي يكاد الدق الزناد كرد عضي حرنا ونقن كريي أدونا ونقن كريي وبالقياس في ذا الثاني قياس با لغو خصيصي في ذا الثاني كان لباد الزانقة قياس كاسنا والنفي الفارق رمضان قاركوض وحي كرد قيان إن مركا مفهوم أي تاي مفهوم موافقة يرى أن في الفارق مقياس جلية سوى من قبيل المفهوم ما خلاف كي معروف كاباك الصغن ولا يخص بمقال الراوي ولو من الصحب فذا مساوي
ولا يخص لما خصصاي بمقال الراوي أرهد الراوي وحبا لغو خصص مايو وعام كي لغو مخصصي ولو من الصحبي أرهد الراوي هبك أهاتو من الصحبي الصحاب تحقو ده هبك أهاتو فذا مساوي كان أه صحابي حديث كالسوري إنو الشيغو معنى خاص أو حديث كقصاب صن وحول السمية هاي الراوي أن صحابي أهين بول السمية أو حكال السمية إن حجة أهين مرهدان ومركا حجة أنو أهين دعام كلاقو مخاصية لهم شيخ هالكم حكاك هاد الله يا مسألة قصاب صن أدي الراوي حديث سوريو وحديث كي أكو حنبارو معنى خاص أكو حنبارو أما صحابي كي سوريو يبقوا معنى خاص أكو حنبارو عموم كي حديث كما لغو خصيصي يا مسألة ما خصيصي مسألة ذا خلاف باك قولك لكن راجح قويك أهي جمهورك علمدنا كتاكين وإن الراويك قولك إسا لغو خصيصي إنن عموم كحديثك ولو الراويك أسي صحابي بها النقض وإن علمد وحي له ذان الحجة فيما روى لا فيما رأى حجة إيا الدليلك وحكسك يهي وحي السوريي أوحو الرأي أهان أركي حجتك مصقنا الحجة بما روى لا بما رأى لما نكل فرقنا يئن الصحابي هيا إنن وأهين وحي كسميه أن راويق الصحابي أها يراويق أن صحابي أهين مد والب هذا الكيس إنن حجة أهين تاسوا سمنت عموم كحديث كنا وحج مركا شيء حجة أهين تلقتها شيء حجة أهين لما قبصني ولو من الصحب فذا مساوي أي فإن الصحابية وغيره سواء في أن قول كل منهما غير حجة والعموم حجة فلا يترك ما هو حجة لما هو غير حجة قول كلا وحليه ما الراوي وحي له ذو الله خصيصيا وأي الراوي أعلم بمرويه راوي السجع أقوم بذنوح السوري فرقنا مكلا لها إنه الصحابي هي هي إنه راوي كلو صحابة كدم بيو حديث كالسوري إنه يهي فرق مكلا له مركا السجع أقوم بذن وح السوري سدانا حنفية ذا أيها كتجي وحكر الشيخ أنس بين يا حنابلة لفتود إن القبان وحن سفلا يا أنا بلده وحما الشور كأها راويقو هدو الصحابي هاي بالاقو خصيصي أنا يقول لي السنطة هاي قول كالصحابيقو إنو حجيه بلها دواء يقدون تان إن شاء الله أقوال كلمة سألده وقصو قنطة هاي لكن قولك على كل حال راجح هاي وقولك الشيخ ومتنق إنو قشيغي جمهور كنا أي كتاقين مسألة قصة أبسان حجية ذا قولك الصحابي قانا ده مركز طبع حجة ماءها علماء دورنا يسوى حجة هذا الصحابة إسخلافان وكلا قولك بعض قود بعض كلكم حجة أها باقي أمدنا حجكم أها لكن مركة صحابة قاركود قول لقاها إيو وعيد صحابة كم ذو خلافتي أن لها إنن حال كاسي علماء قاركود وحيورنا ينوى حجة مركا حالات دا ما لغو خاصيه لكرا عموم كي مثل لغو ما خاصيه لكرا مركا ايمانيس شيخ يساقو حو عميم ايا انان مرنبا لغو خاصيه لين قولك الصحابي وحو الشيخ يلي ولا يخص بمقال الراوي عموم كي لخصيص ما ايو اراه دا الراوي قال لغو خصيص ما ايو راوي حديث كالسوري وحو عموم كي خلاف سنة دو يلاه دو أما معنى كم بدو خاص أو يلاهدو لغو ما خصيصي ولو من الصحبي راويقا سي صحابة بها كم بدها هذه ولا هديسة لغو ما خصيصي فذاك مساوي ولسي من يهي راويقي كان أو صحابيقا أهي ولسي من يهي راويقي أن صحابيقا أهين وحكا لسي من يهي نحجة هذا الكيس أهين هذا الكيس نحجة أهين أي كلاسمي كذلك العطف لذي عمومي على الذي له خصوص يومي العطف عطفك لذي عموم
مدعى من ما أصاحبه أصناضي على الذي كي لغو عطفه له خصوص أي استقر له خصوص خاص نما أصناضي خصوص كاسو يومي إشارة أما التلمامي إنو عام كنا لمد نقون أيو والإكان أيو إساقنا خاص نقون أيو كذلك مذكور كالصوش يقول لمد أهادي أو إساقنا عام كي خاص يلي ما أيو وعشيخ ينو التلمامي دليل خاصة سوء أروري لأن الدليل عام لغو عطفي دليل كعام كلغو عطفي ما اللغرنا يا سيدة كهوري مركا لغو عطفي بقو خاص ويها إساقنا خاص نمها لغو حنبارو أو مخصيصة يا عموم كيسي مسا مخصيصة مثلا الله وحيري واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وحيكو صابصنا المطلقات كي لفري أما أن عاده لين ووقتي عادد أن قارن أما عادد كقوضي مركا مطلقات بيكو صابصنا قيب طاهري دمر كي لقد انتمي السوق لين وحكدن بيه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن آيادها كدن بيه وحكو تشراه دمر كي أورك أصاحبك أها وحيكو عدد بحيان إن أورك الرقان هو أورك لهنا وحي نغون كران قار لغد انتي وحي كلون نغون كران قار لفري مركا هو عام ما اللورانا يا قولادي لغو عطفي سيدة خاص هيدو مطلقة وغو خاص هيد مطلقات تنه هلا خاص يلو هل لغو حنبار مطلقات كينيتا وعطف كخاص لغو عطفا خاصيصة يا ما اللورانا يا وكو خاص يلي إن مطلقات لغة تشيدو ستة لغو عطفي با مطلقات وكل يلوغة تشيدو شيخ وحوت الماما يا مايا عموم كعام نمدي سالو قادنا يا إن شيخ خاص لغو عطفانا خصيصي ميسو وحانو مركا شيخ وحوت الماما يا استغو شيخي سيكا صرارا يبدر الدين الزركشي مسألة دان عدة أصولين تكم بدا الشيك تي ويرتهي هيا شيخ بعضي قود وي الشيكين بولي مركا عكس يدو شرتنا وينو إمن دونتا له خصوص يومي وحلقات الماميا بمعنى كالغو عطفي با خصوص له خصوص كاسي وحو إشارة يا تلماميا تندمنا إني خاص نغطو وحو إشارة يا معطوف كي معطوف عليه إني سمينيهم با أصل كويهي إني كلا عام سيهن أصل كماها مركا سناشها أي سميهن وحي كان صنعيسا تلماميسا إنو إسنا خاص نغضو لكن شيخ وحيري اعتبار ملع ولكن لا اعتبار بهذا الإيماء لما علمته وحانو ساروريي أدل لذا قار كود وعلمذا عام لماذا أي ودل الشدين أي نيونا أبيل إن شيخ خاصة لقو عطفي أي نيو أبيل وهو الشيخ العطف عطف كالذي عموم أصغناضي مدعى من ماء الصاحبة أما حاله أصغناضي مدعى من ماء الصاحبة على الذي كي لغو عطفه له خصوص خاص نما أي أصغناضي يومي وإشاريا خصوص كاسفة خصوص كاسو يومي تلماميا أما إشاريا إن عام كنا لمد نقونا يو إساقنا خاص نقونا يو كذلك مذكور كالصوش يقول لمد أهذا وكذلك لغا خبره وإساقنا وخصيص ما يو إلا كان هوري الله ينو صوش يقول حامدا وحبا خصيصي العطف عطفك لذي عموم مدعى من ماء الصاحبة أصغناضي على الذي كي لغو عطفه له خصوص أي استقر له خصوص خاص نما أصغناضي خصوص كاسو يومي إشارة يا أما تلمامي إنو عام كنا لمد نقون أيو والإكان أيو إساقنا خاص نقون أيو كذلك مذكور كالصوش يقول لمد أهادي وإساقنا عام كي خاص يلي ما أيو كذا ضمير عائد للبعض كآية الرد لبعل يفضي كذا ضمير ساسو كلو أهادي ضمير ضمير كاسو عائد للبعض بعض النقون أيها ويسنا وحبا خصيص ماي كآية الرد وسيدة آية علنت لبعل يفضي رد قاسو يفضي لبعل
عمل لبعل بعل أسقناضي يفضي نسخ قروح قريا يقضي لكن وحو الشيخ اعتمادي يفضي مركاينيتا وكان صنيا خاص نما كان صنيا وحو الشيخ تلمميا عام بالصو الشيخ عام كبعض كم إذا الضمير أنه قونا يانا وكدن بيا عام كي هرم الخاص يلا يا يوم الأورنا يا سيأي سوا فقان كان هلو حنبارو هراء عام كا خاص نما هلو حنبارو تساليه دو وحيتاي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دمر كيل الفري وحيتر صنيان صدح مركع عادو أما صدح طاهر نما على القول الآخر أي عدة صنيان وكو عدد بحيا مطلقات كاسوح السوق لي الرجعيات والبوائن دمر كي طلاق ودو رجعي أهاي للراجع سنكري يكوي بوائن تأها الطلقة دي الدمادين لبدا النعب والسقري وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن هن داسي وحؤن غنيسا مطلقات كالصوشيغ رقودنا دمر كام مطلقات أحق بردهن في ذلك يغا أحق نمبضا عشق أي سوع الشنيان دمر كاس وعدد قده هذا كسوع الشنيان ده مطلقات كي أردنا رجع ومحق له إنه يسوع الشدان بعض مطلقات كم بدأ يحق له هنا ورجعيات ك ودمر كي طلاق ودو رجعي أيهين كوي طلاق ودو أن رجعي أهين ما سوى قده قلي ين ضمير كنن بي مركا بعض مطلقات كم بدأ ضمير كو النقضة وبعولتهن ضمير كأن غضيبة سدو بعض يقول سابسنية هاي مطلقات كهرنا ملقو حنباريا يعني خاص كأكو سابسنتو الرجعيات كأكو سابسنتو اللوغة تشيدو والمطلقات أي الرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سلام الله فصيريا إلا الضمير كوحا فصيريا هذا الكهرين لسو الشيخ سي مفسر كي مفسر كو إسوا فقان سيدا ما الله أرانا يا مثال الله أرانا خلاف با مسألة النوع عاسق لي لكن راجح وحيها إننا وحبا خصيصين والتخصيص أين كان سنين أي راجح وحيها راجح وحيها إننا وحبا خصيصين قول كاس أرجح وحشوخ يري كذا ضمير ساسو كلوه هذا الضمير ضمير كاس عائد للبعض عام كهوري لصو الشيغي بعض كم إذا أنقنوية كآية الرد أسيدة آية دعيلينتا لبعل زوج لو علنا أيو أما ننكي قبرد قبيل لو علنا أما ليلهدو حال رد لبعل زوج أسقناضي أو يسوع الشني حال رد لبعل زوج أسقناضي يفضي رد قاس أو كان صنع يمركا كهوري لخاصية له وليس من المخصصات أيضا عود ضمير على بعض أفراد عام من متقدم ليتطابق المفسر والمفسر بل يبقى العام على عمومه وذلك كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن بعد العموم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن فإنه يشمل الرجعيات والبوائن وآية أحقية البعول بالرد إنما هو خاص بالرجعيات أيد الشيخ يسحق نمضى إنه يحق نمضى ذنيهين رقوا إنه يسوع الشدان دمر كنوح خاص كيهي رجعياتك هذا قول الأكثرين من أصحابنا وغيرهم وبه جزم البيضاوي وهو الذي اختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب والهندي يعني ساسي كتغين علماء بدن كودا شافعية إيه غير كود بأكثر قصاص كتك وذهب أكثر الحنفية إلى أنه من المخصصات حنفية لكن سوى خلافين وحيلة مخصصات ككمتها قول كلا صدح هذا التوقف شيء جينا والسنة النقلي لكن صحيح هو قول كالصهراء وذكر بعض ما يعم لا يخص مثل دباغها طهورها ينص وذكر بعض ما
كي عام نقول يا بعض كم إذا الشيء استل الشيء يو حكم كي سجارة اللوج حصة لا يخص ما خصيصة أي لا يخص عام كي خصيص مايو مثل دباغها طهورها ينص تساليه سوحها هذي دباغها طهورها مدقين تهرق لما دقيه نفكر دنتي أما الشيء مركب بختيي هرق يسئل لما دقيه طهورها ووحي طاهريني دباغها سا طاهريني ينص ونصقريني مسألة ده مسألة ده وهل كان إنه قل شيئا وحيكو صاب صنطه ومسألة ده علماء الهدان التنصيص على بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام وإن لقو نصقري أو لقو حصو أما لقو شيئا أفراد عام كوحكم ده حكم وافق حكم كعام مسألة ذا هي مسألة ذا كل صابسان عام كيا خاص كأن لسكو خصيصة يوي كلا دوانته ويا عام كيا خاص كمر كلا سكو خصيصة يو نوع منافاة أما مخالفة أبتفته مر من باب الجمع بين الدليلين أي الله سكو خصيصة لكن تنصيص على بعض أفراد العام ويسوا فقصيهن حكم كيا عام على الشيء أفراد عام كوح كم إذا نوح لقوش يقول لقوح الصي حكم كعام كوافقي حكم كعام كوافقي لقوح الص مرك التخصيص ما كان صنيس أو حين أو كان صنين فرد جن حكم كلقوح الصي لقوش شاقي كم الدوانة حكم كعام كلقوش شاقي سياسة أودي منافات كم الدحيو اسم خلاف صنع إن اللي هو لسكو خصيص يا حاجة ما كان صنيس شمعي اللي بد دليل لشمعين يو تعارض كتشرو دمش ما يلان مركالسكو ما خصيصي وذكر ما وافقه من مفردي حيالا وحب خاصية لين مركو الشيقة يا صاحب المراقي مسألة ذنساس الشيقة وحيولي وح مركا حكم كي عام كوافقية إن لا الشيقة إساقنا وحب لكو خصيصي ما يو جماهير أهل العلم نساسي كتاقين سلفا وخلفا تساليه دو وحي تاي أيما إهاب دبغ فقد طهر حركة ستون لما دقي يا طاهر بو النقضي يدباغها طهورها وألفاظ عامة إذا دبغ الإهاب فقد طهر أحاديث تاس ألفاظ دك للدوان كتمي وحي الشيقي لما لفظ عامة وحصوار ورتي الصورة خاصة ناف مركب بختي يقول لتشيدة يا أيها النبي وأركي صلى الله عليه وسلم مركا سويري هل أخذتم إهابها فدبغتموه ما هرق إذا قادتان أم دقيسان قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها أكل الله ضبطي إنما حرم أكلها مركا وصورة خاصة حكم كعام كوافقية تخصيص لقم قادنا يلما أرنيو كما دقين تطاهر إسا وهدي حوله أي بغتيا بس لكن وحي كلمة سوق قليلا صلى الله عليه وسلم مسألة ذاس عد خلاف طيوح على الشيقة أبو الثور شيخ لورن شري أرضي دي الشافعي كم إذا هذي أيا لقصوا النقلية إنو خلافي بعضنا وحيو نسبيين شافعي اللفتيسو إنو مسألة ذا خلافي وصداقبو اللي سكو خاسيه لاي لكن وحوي الشافعي مدو قبو ماءها شافعنا اللونس بيا وأرهن غلطة ولا علماء قاركود وحي الهدين أبو الثور مسألة إطلاق مقبين صور مركة أكتغي أو قاطي أي مركة لغا استنتاجو لغا ربحي إنو سلاس قبي لكن مدو مركة إساق اللفتيس وقبي ما أهبي الهدين كصحد وحيتي على كل حال إن المركة وحي وحوال وخصيصي بعضنا وحي كوحن بارين حالك خاصك وكسوغن ياهي وح مفهوم يالاني أيو مركا نقونا يا عدة الهضوة لغو خاسية لياني وحكو خاسية ليان ومركا دو حيما كرت النوع منافادة أبو الثور نوحو قبي مفهوم اللقبك إنو مفهوم لي مركا ساسو وقتك بيدها مسألة على كل حال لما هو آد بوغ هضل يا وقل ليران يا صاحب بحر المحيط مسألة ذاس مركو كهضل يا أبو الثور وذكر بعض ما يعم
كي عام نقنية بعض كم إذا شيقست للشيق يا لا يخص مخصصا عامكي مثل دباغها طهورها تسالي سوحها هذا دباغها طهورها حديث كالشيق ينص مسألة هو النسكرين إياه مركا وحوية أفراد دي وحكم إذا عموم كاس لقو مخصصا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.